مشاهدينا هنبدأ جولتنا من قمة القاهرة للسلام اللي انعقدت أمس، وعنوان جريدة اليوم السابع: لا رحيل لا تصفية. قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية، لن يكون الحل على حساب مصر. حضرتك بتشوف إزاي مصارحة الرئيس السيسي العالم وتأكيده على أنه لا مساس بمصر بقريب أو من بعيد؟ وفي أيام قليلة طبعا استطاعت مصر تنظيم مؤتمر دولي شهد استجابة واسعة من العالم، وده طبعا من وجهة نظر حضرتك ده مش بيعكس النفوذ القوي للدبلوماسية المصرية وتمتع مصر طبعا بعلاقات قوية مع دول العالم على اختلاف سياستها؟ يعني مهم فيها البداية نؤكد على أن الخطاب الرسمي المصري ممثل فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي مواكب للشارع العربي عموما وتطلعات المؤمنين بالإنسانية حوالين مستوى العالم، بمعنى أن كل التحركات والخطوات اللي بدأت من 15 يوم وهي كلها تحركات يعني في نفس المعادل المنطوق لكل تفاعلات الشارع، سواء الشارع العربي أو الشارع المصري أو الشارع المؤمن بالإنسانية. احنا طبعا عندنا بعض يعني الناس المؤمنة بالإنسانية لحد دلوقتي الحمد لله اللي محافظين على استمرار دعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي. فالخطاب المصري الرسمي خطاب قوي، خطاب شعبي، خطاب معبر فكر عن مفهوم الإنسانية بمعناها الشامل. وبالتالي جت قمة القاهرة للسلام عشان تأتي في نفس الإطار ونفس السياق، إن لدينا قيادة سياسية مؤمنة بإن لابد من التدخل الحاسم في هذه الأزمة، لابد من مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لابد من نصرة أهلنا في فلسطين سياسيا ودبلوماسيا وعن طريق المساعدات، لابد من إحنا تكون لغتنا واضحة. وكمان حصل تطور نوعي في الأزمة الأخيرة دي، إن كل اللقاءات اللي تمت مثلا مع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ومع الضيوف اللي موجودين اللي جم مصر خلال الكام يوم أو عمل الاتصالات الهاتفية كلها، بعض يعني كانت معلنة، وكانت يعني أتذكر في لقاء بلينكن كانت الكاميرا موجودة والتصريحات مذكورة وعلني على مستوى العالم كله يسمعها. الأول كنا ممكن كان يطلع بيان طالع ويقول أذكرنا وذكرنا، لكن رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسي أظن أنه قرر أن يكون لابد أن يكون هذا الخطاب الشعبي أمام المصريين عشان يعرفوا أن لغة الخطاب الرسمية تمثل اللي هم عايزين يطلبوه في القضية الفلسطينية. فالدولة زاعد ده وكان أمر مهم للغاية، وهذه لغة الخطاب الرسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته الصريحة والمباشرة. إحنا عايزين نحافظ على حقوق المدنيين، إحنا عايزين ندخل المساعدات الإنسانية، إحنا عايزين العالم يبقى واقف قدام المسؤولية التاريخية بتاعته. الحدث اللي حصل في قطاع غزة أو في إسرائيل في مستوطنات غلاف غزة تم يوم 7 أكتوبر، وإحنا النهاردة يوم 22 أكتوبر. العالم كله وقف، أو خاصة العالم الغربي وقف عند يوم 7 أكتوبر ومحدث الخريطة تاني. مصر بتحدث الخريطة لحد يوم 22 أكتوبر، يعني من 7 أكتوبر ل 22 أكتوبر سقط أكتر من 4500 شهيد وأكتر من 10000 جريح. العالم وقف عند يوم 7 أكتوبر بس، قال لك لا هم الإسرائيليين اللي سقط منهم، هم اللي حصل فيهم كذا وكذا، وقف خلاص. طب تحديث ده حصل استهداف للقطاع الصحي في فلسطين، ردود الأفعال من الجانب بالضبط هو ده، هو التفاعل مع الأزمة. هو أنت هتقف عند يوم 7 أكتوبر وتقر هذه السياسات؟ طبعا هو حتى لو ما حصلش يوم 7 اكتوبر هو كده كده العالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه والمانيا وفرنسا وايطاليا في مقدمه الصفوف دعما للاحتلال الاسرائيلي. لكن لغه الخطاب المصريه جاءت قويه وحاسمه في لحظه تاريخيه تستدعي هذه اللغه، وكان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على قدر هذا الحدث وقدر المسؤوليه ومعبر عن لغه الشارع المصري اللي كان يوم الجمعه في الميادين كلها. برضو عن قوه هذا الخطاب ووضوحه بشكل كبير هنروح لجريده الوطن ونقرا منها عنوان: مصر السلام والسند، الرئيس السيسي لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب مصر. عنوان اخر من جريده الدستور وهو: رساله قوه ونداء سلام، رئاسه الجمهوريه حياة الإنسان الفلسطيني ليست أقل أهمية من حياة باقي البشر. شايف حضرتك تأكيد الرئيس السيسي الدائم على عدم تصفية القضية الفلسطينية ودلالات هذا التأكيد وعرض مصر أمام العالم حقيقة ما يجري في غزة والانتهاكات الإسرائيلية للمدنيين بها، إلى أي مدى نجحت مصر في تحقيق هذا الهدف ومردوده أيضا على أو من وجهة نظر حضرتك؟ يعني أولا إحنا جمهورية مصر العربية، وجمهورية مصر العربية لديها قيم وأدوات حقيقية لابد أن المسؤولين عنها يكونوا معبرين عن كلمة جمهورية مصر العربية. والرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قدرة عن التعبير عن قيمة جمهورية مصر العربية، خاصة في الأزمة الفلسطينية والقضية الفلسطينية باعتبارها
قضية القضايا. رقم 2 لغة الخطاب الرسمية والمعلنة، يعني احنا هنا مش بنقول احنا قلنا في الغرف المغلقة كذا، اللغة الخطاب الرسمية المعلنة واضحة ومباشرة ان رفض قضية رفض الموضوع التهجير، رفض لتصفية القضية الفلسطينية، وربطا بمجلس الامن القومي المصري لما اجتمع لما قال سيادة الرئيس ان امن مصر القومي خط احمر. طب كانت الرسالة دي مفروض لمين؟ مفروض للطرف المعتدي، لان الاحتلال الاسرائيلي هو الطرف المعتدي، فلابد انه هو اللي يستوعب الرسالة قبل عملية الحشود او العملية اللي بتتم في جنوب قطاع غزة، وفكرة الحديث حوالين تصفية القضية والتهجير. لابد ان الطرف الضاغط يستوعب هذه الرسالة الصادرة عن رئاسة الجمهورية وعن مجلس الامن القومي المصري. ايضا تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن السياق السليم، احنا لدينا ضغط بيتم على الفلسطينيين وهم حوالي 2,300,000 موجودين على مساحه 360 كيلو، بيعملوا ضغط عليهم، بيضربوا مناطق كثيفه السكان، يضربوا قطاعات الصحيه، يضربوا المستشفيات، يعملوا بالظبط حتى رقم المساعدات نفسه ال 20 شاحنه هو دخلها وعمليه الاداره بتاعتها عشان يصور للناس يقول لهم طب ما المساعدات اهي الناحيه الثانيه، ما تروحوا تاخدوها، المساعدات مش مكفيه. هو قاصد ده وقاصد الموضوع النفسي بشكل مباشر، لكن هو الامور النظريه عنده بترتضم بالواقع ومسرح العمليات. بمعنى هو بيبقى عنده شهوه في ان هو ينفذ كل مخططاته، الاحتلال الاسرائيلي ينفذ كل المخططات الصهيونيه اللي بقى لها 40 50 سنه بالمناسبه، وعايز ينفذ كده. فهو لما بيجي عند الحدود المصريه يكتشف ان القصه مش هتكمل. القصه هنا في شعب ضحى في شمال سيناء، ضحى في جمهوريه مصر العربيه، احنا صرفنا على شمال سيناء دي 700 مليار جنيه شمال وجنوب، 700 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه لمواجهه الارهاب. ضحينا باكثر من 2,500 شهيد، والناس تتذكر المنسي وشبراوي وخالد دبابه ورامي حسنين وكل الشهداء دول. فالنظريات عنده بتتحطم على الحدود المصريه، فهو ده بيحدث عنده قلق انه شهوه الانتقام مع سرعه واستعجال ان هو ينفذ المخطط. طيب هل هو بيعمل ده؟ الخطاب الرسمي والخطاب الشعب المصري احنا هنا ممكن نطلعه بيانات؟ لا، كان القول الفصل ان احنا لابد ان يكون الخطاب معلن رقم 1، لابد ان الشعب المصري يبقى موجود في الميادين رقم 2، قوه القرار المصري موجوده رابع حاجه، هي قمه القاهره للسلام. احنا جبنا الناس ودعينا الناس ودعينا ضيوف كل العالم، هو احنا كنا عندنا تصور او قراءه مثلا بالنتيجه اللي ممكن نصل ليها هذه القمه؟ لا، كان التصور المنطقي والسليم ان العالم وشعوب العالم واللي كل مسات الرئيس ذكرت الشعوب تحديدا لابد ان يستمعوا لهذا الراي امام بعضه. يعني قاده الدول العربيه بيقولوا ايه، قاده الاتجاه الغربي بيقولوا ايه، بيان مصر بيقول ايه، فيبقى اللغه قدام الشعوب، ناس تؤمن بان هي تدعم الاحتلال الاسرائيلي والجرائم ويبرروا قتل المدنيين، في حين ان في ناس ثانيه بتؤمن ان الانسانيه بمفهومها الشامل، ومصر هنا بتقدم مصطلح عظيم للغايه وتنفذه بالاجراءات. أكيد. الانسانيه بمفهومها الشامل في الحفاظ على حقوق المدنيين ايا كانت جنسيتهم او نطاقهم الجغرافي، لابد ان نحافظ على حقوق المدنيين في اي اتجاه. أكيد. وهو ده اللي مهم ان العالم يستمع ليه النهارده قبل بكره.